السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على هذا الثوب، هذا الستان شرموز. هذا الستان شرموز كنلقاو فيه مشكل في الصلاه، بحيث انه كيهرب واحد شويه، سواء هو او لا مسلم، الثوب ديال المسلم او ديال المسلم كنلقاو فيه تما مشكل، بحيث انه بزاف ملي تتكون عندي الطبله اللي كنفصل عليها كتكون صغيره، تيصعب عليا انني نفصل بحال هذا الثوب. شحال من واحد تيضطر انه يفصل في الارض، لان الثوب هذا كيهرب. حتى باش نقطع، يعني نتاكد انني فصلت الثوب وقطعته مقاد، صعيب انك تعرف راسك راك قطعتي الثوب مقاد، ولا انك ضمنتي انك غادي تقطعه مقاد. داكشي علاش، يعني في عوض انني طويت الثوب على جوج او لا على ربعه باش نقطع داك الطول اللي بغيت نفصلو، بحكم انني غادي نفصل الطريقه ديال المعاكسه، والطريقه ديال المعاكسه كتحتم عليك انك تقطع الطول ديال الشلابه زائد الغلي او الطول ديال القفطان. اذا غادي نقول الطول ديال الجلابه زائد الغلي، هنا الا درتو على جوج ممكن نقطعو على جوج، ولكن باش يسهل عليا التقطع ديالو تيخصني نديرو على اربعه. كنتكلم على الثوب الكوبو العادي، يعني الثوب كيف ما غيكون نوع اللي كنديرو على اربعه كنعبر الطول ديالي. مثلا انا عندي مترو 45 و 46 في الطول زائد لغري، غادي نديرو مترو 56. هذا كيعني انني غادي نضيف 6 سنتيم على المترو، اذا هذا هو الطول. ملي غادي نجي نقطع انا الطول من هنا مع هاد الثوب هذا، صعيب انك تعرف راسك راك قطعتيه مقاد. اذا هنا عوض انني نجي نقطع كيف قلت، نجي نقطع نيشان، نجي هاد الثوب هذا راه ساهل في التقطاع، فقط كتقطع على قد الطول اللي بغيتي بهذا الشكل، وكتجرو بهذا الشكل هذا باش تيمشي نيشان، حيت هو راه تيمشي مقاد في التقطاع. هكذا كتكون متأكد أنك قطعتي الثوب ديالك بطريقة اللي هي مستقيمة، وما غاديش يجيك فيه الديكالاج او لا يجيك مراجل او لا عدوش. دابا هنا تيمكن لك انك تفصل وتقاد الثوب ديالك وتخدم مرتاح، لانه تكون قطع مقاد. اذا لاحظوا معايا هكذا، تنتاكد انني قطعت الثوب ديالي مقاد، يعني بغيت ندير الفصاله ديال المعاكسه ولا نديرها فصاله عاديه ولا الفصاله اللي بغيت ندير، كنديرها وانا مطمئن ان الثوب ديالي ما مقطعش مراجل ولا عوج، خاصة بالنسبة لهاد الثوب هذا اللي ساهل انه تيهرب وتيعوج دغيا، يعني بحال هاد الشرموز، هاد ساتان شرموز ولا بوسليم ولا كاع الثوب اللي تيهرب ليك بحال هكا. هادي هي الطريقة اللي كدير ليه باش كتفصلو ولا كتقطعو نتا مرتاح. ما تنساوش تابوناو في القناة ديالنا ديال خيات البهجة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.